أحب أن أعرف ما لديك من معلومات بشأن تغيير الإدارة المصرية لإجراءات دخول الإخوة السودانيين. تحياتي لحضرتك وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. يعني هو صدر قرار من السلطات المصرية بوجوب حصول يعني الإخوة السودانيين على تأشيرة من القنصلية المصرية في وادي حلفا قبل الدخول للأراضي المصرية من أي من المعابر. ويعني القرار جاء في سياق أن التزاحم نتيجة التزاحم وزيادة أعداد النازحين من السودان والفارين من الحرب هناك على المعابر المصرية أدت لحالة من التكدس، وتم استغلال هذه الحالة من قبل البعض لمنح أوراق وتأشيرات مزورة، وبالتالي القرار لم يكن للحد من أعداد السودانيين الذين يدخلون إلى الأراضي المصرية أو التقليل من أعدادهم، وإنما هو جاء في سياق ضبط المسائل والإجراءات الأمنية، يعني لأن تنظيم وليس تقييد. بالضبط، لأن القاهرة يعني أو مصر بالأساس تستضيف يعني 5 ملايين سوداني يتمتعون يعني بحقوق كاملة في مصر، إضافة طبعا للأعداد الضخمة التي دخلت إلى الأراضي المصرية منذ اندلاع الأحداث في 15 من إبريل الماضي. وبالتالي نعم، هي إجراءات تنظيمية ولا تهدف بأي شكل من الأشكال لتقليل أعداد المواطنين السودانيين الوافدين للأراضي المصرية عن طريق أي من المعابر. طيب، كانت هذه نقطة من المهم توضيحها. أعود بك الآن إلى تخصصك الدقيق. هل تقودك تأملاتك للتفاؤل بشأن إمكانية إنهاء هذا الصراع قريبا، وفي أي اتجاه ينتهي في رأيك أستاذة نرمين؟ يعني أنا أتصور تعقيبا على مسألة الهدنة الأخيرة أن الأمر الإيجابي الوحيد فيها كان تمكن المواطنين السودانيين يعني الراغبين في النزوح من منطقة الحرب إلى مناطق أكثر أمانا من تنفيذ هذا الأمر. أما يعني على الصعيد السياسي والعسكري فلا أعتقد أنها يعني تبشر بالكثير. أولا، هي الهدنة الأولى من نوعها التي تم إقرارها لمدة 24 ساعة، وبالتالي أنا أعتقد أن التزام الأطراف بها يعني لا يعد أمرا يثير التفاؤل. يعني ربما استغلتها الأطراف لالتقاط الأنفاس لإعادة ترتيب الصفوف. أما كل الهدن التي تم إقرارها قبل ذلك لمدة 5 أيام أو أسبوع لم تصمد حتى لساعات. ربما حتى صمدت هذه الهدنة لأن الأطراف يعني الوسيطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لوحوا بإمكانية تعليق المحادثات في جدة في حال تم خرق الهدنة، فضلا عن أن الولايات المتحدة لوحت بالمزيد من العقوبات وأن الهدنة مراقبة عن طريق الأقمار الصناعية وأن أي خرق الهدنة من أي من الأطراف سيكون يعني مرصودا. على الصعيد السياسي، لأنه مسألة الحسم العسكري ربما باتت يعني من طي النسيان، أعتقد أن الجيش السوداني والحكومة السودانية تملك أوراقا يعني سياسية تتمثل في أن الجيش السوداني كمؤسسة يعني لديه خبرة في التعامل مع العقوبات التي امتدت على مدى عقود في العهد الماضي، وبالتالي ربما هو أكثر قدرة على الصمود أمام تلك العقوبات. من ناحية أخرى، يعني الجيش السوداني يمتلك الشرعية ويمتلك الشعبية في الشارع السوداني. قوات الدعم السريع يعني ليس لديها خبرة في مسألة التعامل مع العقوبات، وبالتالي يعني ليست هناك معلومات دقيقة عن الفترة التي ستتمكن فيها الدعم السريع من الصمود أمام العقوبات التي يتم إقرارها من الجانب الأمريكي. من ناحية أخرى، كانت يعني الشرعية الوحيدة لقوات الدعم السريع هي أن تكون جزءا من القوات المسلحة وأن تندمج في الجيش السوداني. ومع سقوط الاتفاق الإطاري فقدت هذه يعني هذه الشرعية، ولم يعد لها يعني وجود سواء بوجود حميدتي كنائب لمجلس السيادة أو حتى وجودها كجزء من القوات المسلحة السودانية. بالتالي أنا أعتقد يعني أن المسألة الأخطر منذ الثورة السودانية في 2019 كان السماح لهذه الميليشيا وهذه القوات بالتوسع وبالحصول على معسكرات
تحيط بالخرطوم. صحيح. وبالحصول صحيح. على مقرات للأحزاب مكنتها في هذه اللحظة من الانقلاب على الديمقراطية في السودان، وبمنحها غطاء الشرعية، وهو غطاء يعني حتى وإن خلع عنها الآن أستاذة نرمين، إلا أنه كان من المحفزات التي جعلتها تقدم على ما أقدمت عليه.